ايه يا عم النظافه والجمال ده؟ هو في كده في الدنيا؟ اما لو شفت قشطه هولندا هتعمل ايه؟ قشطه. ماشي بيبي، احنا وصلنا وكله تمام، بس مستنيين الجدع اللي اسمه زياد ده. لا يلعب مع مين؟ ما ينفعش. ماشي يا باشا، لو في جديد انا هطمنك. رياض انت بتحس كلبك ونديب في بلاد التلج. ايه يا جدعان؟ احنا مش جايين رحله، احنا جايين نشتغل. ايه يا عم انت مسيبنا العين؟ جريش ايه؟ انت محسسني ان انت عايش بره طول عمرك، في ايه؟ ما تفكها شويه وتشهص يا عم. في راجل المفروض مستنينا ما جاش لغايه دلوقتي. يجي بقى ولا ما يجيش على الفلوس؟ انت ليه واقف فصلان؟ بقول لك يا شيخ ما تقلقش، الحمار اللي احنا مكلفينه عندنا مأكد عليه لما يجي، يعني لو قال لي معانا هنعمل معاه الصح. لا فالح، ما احنا لو اتعامل معانا الغلط هنا مش هنلحق نعمل الصح مع حد. باسورد بليز. يور اي دي بليز. لا فاتحين ما شاء الله، الحمد لله على السلامه شباب. محسوبكم زياد البصيبس. بصيبس؟ بصيبس اه. ريح يا عم بصيبس، انت اتعلم عليك عندنا جاي تعلم علينا هنا ولا ايه؟ لا بس حبيت انا فيك جو التوتر شوي شباب. طيب يا سيدي، ميمي، يوسف، ديبو. اهلين، اهلين وسهلين، شرفتوا ونورتوا سليميني. دي مواعيد يا عم زياد؟ يلا بسيطة عشان الأزمة، تفضل روح اتغدى بعدين اخدكم مع الشقة يرتاحوا. يلا اطلعوا. قالك بسيط بس. طيب اهلا. صباح الخير يا خالتي. صباح النور يا شيمو يا حبيبتي. موحة موجودة؟ لا موحة نزلت تجيب كارت شحن. طب لما ترجع قولي لها اني كنت عايزاها وانا هعدي عليها وانا راجعة. لا استني استني، ده انا عايزاكي، عايزاكي في حاجة كده بسيطة. يلا ايه شيء؟ قولي. طيب تعالي بس، انا مش عاوزه حد يسمعنا. خشي. ليه؟ هو سر ولا ايه؟ لا ولا سر ولا حاجه، بس برضو يعني مش عاوزه حد يسمعنا. عودي عودي، ده انت وحشاني حبيبتي. انت بقيتي زي القمر يا شيم والله، اتدورتي وتلفتي كده وبقيتي عروسه حلوه. انا كنت عاوزه اسالك سؤال يعني كده، بس تجاوبيني عليه بصراحه. هو انا بنسى زي هما ما بيقولوا لي ولا هما بيتمسخروا عليا؟ عادي يا خالتي، كلنا بننسى، الدنيا تلاهي. يا بنت ما تزوقيش الكلام، اخبطها لي كده خبط بلزق في وشي على طول. اه الصراحة اه. هم قالوا لي بس انا ما صدقتهمش، بس بما انك يعني نرزق قد الدنيا كده يعني ودايسة مع العيانين وفي المستشفيات، يعني قولي لي الحكاية دي اصلها ايه؟ طب ما انت زي الفل اهو، بسم الله ما شاء الله، وفاكره كل حاجه ومستشفيات. اه ما انا بفتكر كل حاجه، بس هم اللي بيقعدوا يقولوا لي لا قلت الكلام ده هنا قبل كده وعملت الحكايه دي قبل كده. انا مش فاهمه. انا قولي لي الحكايه دي يعني ليها حل؟ مش عارفه يا خالتي، انا برضو مش دكتوره. يعني الحكايه دي هتفضل لازقه فيا كده ومش هتسيبني ولا هتسيبني؟ يعني هو على حسب، بس على فكرة دي نعمة. نعمة؟ اه طبعا نعمة. تخيلي كده انت لو فاكرة كل حاجة من يوم ما اتولدتي دماغك مش هتستحمل. لا يا شيمو انا خايفة يا بنتي، خايفة اصحى في يوم الاقيني نفسي يا نفسي، ناس يا موحة، ناس يا ميمي، ناس يا سونا، ناس يا الدنيا كلها. لا يا خالتي ما تقوليش كده، انت كويسه على فكره. انا كمان بنسى. اه والله. طب اساليني كده، انا اكلت ايه النهارده والنعمه ما فاكره. النبي انت كمان بتنسي زينا كده. طب اقول لك ايه يا شيمو، طب ما تكتبي لي كده حاجه على روشته يعني اخدها، ولا تسالي الدكاتره اللي عندك في المستشفى يكتبوا لي حاجه كده تصحصحني وتلعلعني وتخليني مركزه وحلوه. ماشي هكتب لك حاجه. ربنا يخليك يا بنتي، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. تشربي قهوة؟ لا أنا همشي عشان متأخرة. قلت لي ايه في موضوع الارض اللي اديتك معلومات عنها؟ وصلت فيه لفين؟ انا فعلا اتاخرت عليك المره دي. مش مشكله،
بس يا ريت ما تنساهوش. أكيد. قول يا جنرال، أنت سافرت طبعا قبل كده؟ ها؟ مرتين ثلاثة. اتحركت هناك بسهولة ولا تهت؟ والله اللي بيسأل ما بيتهش. أصل في ناس هناك تايهين مش عارفين يتحركوا إزاي، عايزين خرائط ترشدهم، والخرائط دي مش موجودة غير في مكان واحد، المجمع العلمي. أعتقد ده أنسب وقت عشان تجيبها لي. امسك عشان ما تقولش على ايه نقلات الزور. ودي هشربها ازاي؟ صرف نفسك. امال انت ما سافرتش معاهم ليه؟ بس بخاف من الطيارات. ما تعرفش هم وصلوا ولا لسه؟ مالكش فيه. على ان اعمى انت البرنس اللي فيهم. أجدع واحد فيهم وهتفهمني. أيوه يقعد يلغي بقى. أنت عارف الحوار ده كله؟ لا أنا ولا أنت لينا فيه. أنا يا دوب كان ليا مصلحة صغيرة كده وكنت هقضيها يعني، كان هيحصل لوحدي. ماشي. بس فجأة وسعت وبهوأت والعيال لغوصت فيها وعكت وبقت عك العك، بس هي هتخلص. إن شاء الله هتخلص. النهارده بكره هتخلص. بس على ما تخلص يعني مصالحي ومشاغلي متعطلين كلهم، والعداد عمال يعد فلوس 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 فلوس. قلت ايه؟ في ايه؟ تاخد كام وتخلع وتعيش ملك وتبعد عن العالم دي؟ يعني اطلع عايل وابيعه؟ ده شغل، والشغل للرجاله. بس هتقعد تفاصل وتناهد معايا فبناقص. لا والله. قول بس أمر. تاخد 100,000. يا غالي والطلب رخيص يكونوا عندك. وهدي لك وصل استلامه. وصل ايه؟ بس انا واد حقاني، بحب الشغل النضيف. تديني الفلوس ادي لك الوصل، وادي اليوم ده اهي. حلوه باينه ولا اديها لك تاني يا حبي؟ يا راجل يا ست اقفل يا حب. ايوه حلو كده. اشرب بقى. انت بقالك قد ايه هنا؟ يعني 12 سنة، بلف كل اوروبا وحسب الشغل. اه، وبتشتغل ايه بقى؟ يعني تجارة بني ادمين، مخدرات، سلاح، بس السلاح اغلى شيء. بني ادمين يعني زي الواد بتاعنا كده ولا ايه؟ زي الواد بتاعنا، وكمان هجرة مراكب، بيع، من كله. طب اخبار السلاح بتاعنا احنا ايه بقى؟ مش عارف، خلينا ناكل كله بصير تمام. سيبك من موضوع الاكل ده خالص. تعرف مكان الواد فين؟ والله بكون بكذب عليك اذا بعرف مكانه، لانه كل الشغل هون بس عن طريق وسيط. وسيط؟ جديده حكايه وسيط دي. حبيبي اي شغل لسعيد او دهشوري في هالبلد ما بيتم الا عن طريق وسيط. بس انا بدي افهم ليش الدهشوري قلب مره واحده على سعيد وصاب يصابه بابنه؟ ده بقى مالكش فيه يا نجم، انت تقفش مصلحتك واحنا نقفش مصلحتنا وكل واحد يطير لحاله. ايوه مرحبا. يا رجالة ايه النظام؟ والله انا مش مطمن لحكاية وسيط دي. هي كل شغلانة ليها ظروف يا رجالة، بس هو فعلا ما يطمنش. اتفضلي عنك انت يا ماما. تسلم ايدك. تسلمي. تسلمي يا حبيبتي. قولي لي بقى بجد، هو يوسف لما جالكم طلب ايدك من مامتك فعلا؟ طلب ايدي رسمي خلاص يا ماما. بس ده ما كانش قايل لي ولا كان قايل لي انا كمان. انا اتخضيت دخلت العماره لقيته نازل قاعد يتاسف لي ويعتذر لي، ده بس ايدي قدام الجيران. يوسف اه، وقال لي ان هو خلاص قابل مامتي وان احنا ما كانش ينفع نستنى اكتر من كده، وقال لي احنا مالناش غير بعض يا ناطر. يا رب يا بنتي. بس انت كنت قايله لي ان انتوا متجوزين عرفي. ايوه بس المره دي رسمي حاجه تانية خالص. اه طب امال فين بطنك يا حبيبتي؟ بطني اهي. انت مش قلتي لي قبل كده ان انت في الشهر الثالث؟ دلوقتي بقيتي في الكام بقى؟
انا في اواخر التالت، بس انا زي ماما بالظبط، ما بيبانش علينا غير في الاخر خالص. هي كانت كده برضه وهي حامل فيا. ربنا يقومك بالسلامه يا حبيبتي. بس انا خايفه يا ماما على الفرح وانا لابسه الفستان تكون بطني كبرت. تفتكري الناس هتاخد بالها؟ وجهتك ايه يا نادين؟ عروسه وبطنها قدامها. عشان كده لازم نتجوز بقى بسرعه. انا فرحانه قوي يا ماما. ربنا يتمم فرحتكم على خير يا حبيبتي. يا رب. طيب شوفي دي بقى وقولي لي ايه رايك. الله، ايه الشاي الحلو ده لمين؟ عشانك انت طبعا يا ماما، هو انا عندي اعز منك؟ يا حبيبتي تسلم ما جايبك وتسلم ايدك. معقوله يا نادين كل مره تجيلي كده تجيبيلي معاكي حاجه؟ مفيش اي حاجه كتير عليكي، يلا حطيه قولي لي ايه رايك. الله شكله حلو. وريني كده. الله يا حبيبتي تسلم ايدك يجنن. مبروك عليك. حرمش منك يا قلبي. ميرسي. تعالى يا بابي اقعد. ازيك دلوقتي؟ الحمد لله يا بابي احسن. يوسف كلمك؟ ايوه اتصل. في حاجه يا بابي؟ لا مفيش حاجه. بابي بليز ما تخبيش عليا، شكلك بيقول انه في حاجه. يوسف شكك ان سعيد يكون خد خبر بسفره. سعيد عرف؟ هو شكك، لسه مش متأكد. يبقى مفيش غيرها داليا يا بابي. داليا ايه اللي قالت له؟ داليا؟ ايوه يا بابي داليا. فاكر لما قلت لك ان رامي شاف نمرتها على تليفون سعيد؟ واللي حصل ليوسف بعد ما جه قال لك على طلبه منه سعيد. مفيش حد غير هيطلع اسرارنا يا بابي، هي. بنت حلال مصفي كنت لسه طالعه لك. اي جيجي بس انا عندي تمرين في المستشفى دلوقتي ومتاخره. اما انا مش هعطلك سؤال على المشي كده. خير في ايه؟ هو ديبو ما قالكيش اذا كان ناوي يرجع من السفر ولا لا؟ بس والنبي لو كنت بتعزيني قولي. ايه يا بنتي جبت حكايه مش هيرجع دي منين؟ لا طبعا. ما هو قاليش اصلا انه كان مسافر، ويعني وانا خليني عرفت من بره. اكيد كان هيقول لك، هيخبي عليكي ليه؟ طب مين البت اللي عدت عليه دي؟ بت مين؟ يا شمال انتي الاخرى، هو محرج عليكي تقولي لي ولا ايه؟ والمصحف نعرف حاجه. يا جيجي انا عندي تمرين ومتاخره، خلي الكلام اللي بعدين، هنتكلم بعدين. سلام. لا اخس عليك يا بنتي، ده انا زي اخوك يا حمار. بقول لك ايه، اكلمك تاني عشان توصي عندهم. ودي يا سيبو. خير ام ديبو؟ مال وشك قلب كده واحنا داخلين عليك. معلش يا ام ديبو، هبقى استعدله عند السمكاري. بينكت ابن الظريف، اصله امه كانت ظريفه زور. كلم اخوك الرايق يا واد. طب اتكلمي انت، انا مالي؟ ما الحال عدوينك يا واد. الله، اخوك ده ولا مش اخوك؟ وانتوا ما كلمتوش ليه من فوق بدل نزلتكم هنا؟ النمره ما بتجمعش يا اخويا، وتليفونك انت بقى اللي في الشفا. ايوه تليفونك في الشفا، انما احنا تليفوناتنا مقشفه. شفا وما شفا، ما تغنيها يا عمتي. حاضر ماشي، ولا هو استخسار وخلاص. ما هي بترن اهي. ايوه يا عم الرايق. يا عم هما اللي خلوني اتصل. مسكي. ايوه يا رايق، اديني ديبو بسرعه. ديبو ابني حبيبي، حمد لله على سلامتكم. طمني عليك يا حبيبي. عايزه اقول لك بسرعه كده، ما تنساش العبايات والاشربات اللي قلت لك عليهم علشان الوليه ام كوثر وسلفتها، وهديك فلوسها بالمكسب. هو ايه اللي نفد رصيداتكم؟ نفد يا نهار خراب على الصبح. في ايه؟ ده انا لسه شاحن ب 100 بلبل. جرايه يا سيكا، في ايه؟ حقك عليا يا اخويا. هو ايه اللي حقك عليا يا ولية؟ الله، ايه يا واد؟ اخوك ده ولا مش اخوك؟ اصل الواد ده براوي زي يومه والله. يلا يلا قومي يلا بينا. يلا يا اخي قربت شكلك. انه سلموا لي على ام كوثر. حاضر يا طاي. وسلفتها يا عمتي. حاضر يا عناي. والله مش بطالي امينه تحقيق الانابيب ده، مشتمل على كل العناصر، في الخبر والمعلومه والموضوع. انا كمان رحت المستودعات وقابلت المسؤولين هناك وقالوا لي انها مليانه، لكن المنافذ ما بتطلبش منهم. ده غير طبعا السرقه اللي تمت في الاحداث اللي فاتت. وهم في رايهم ان الازمه دي مقصوده، بس لصالح مين هم مش عارفين. هو مين وليه؟ هو مين وليه وبيعمل كده ليه؟ هو كذا حد عاوز المواطن المصري يفضل زهقان وطهقان وقرفان، مهموم ومشغول، لا حاسس لا بامن ولا بامان. شكل كلام حضرتك بيلمح لموضوع التحقيق الجاي. التحقيق اللي بعد اللي جاي. انا عاوزك اليومين دول تهتمي لي بموضوع الانتخابات. حاضر يا فندم. امينه انت خريجه سنه كام؟ انا خريجه السنه اللي فاتت، انا فريش جراديوت. ولسه ما اشتغلتيش؟ لا، ما عدا بس فتره التدريب في الجامعه وبعض الكورسات في مصر
انا معايا شهادات اذا حضرتك عايز تشوفها. لا 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 لا, لا 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 انا ما يهمنيش ده كله. انا بيجيني ناس معاهم رسائل دكتوراه ما بيعرفش يكتب حتى خبر ولا يصيغ منشد. انا اللي يهمني انت كاتبه ايه. لو عامل البوفيه اللي بره جاب لي موضوع وعجبني هنشره له. فاهمه ده معناه ايه؟ فاهمه يا فندم. انا هنزلك التحقيقات. وهو ده اللي انا نفسي فيه يا استاذ ابو بكر. كلكم بتقولوا كده في الاول وبعد كده بتبقوا عايزين تروحوا قسم التحقيقات الفنيه. انا غير. ماشي يا انسه غير. جهزي لي افكار وتحقيقات واعرضيها عليا. المهم انها تكون مميزه مش زيك زي غيرك. حاضر يا فندم. في ايه بالتهجيج؟ بقالك ساعه يا اختي واقفه مبلمه. انت طالعه يا اختي تنفكي بالكلام ولا طالعه تبلمي في وشي؟ في ايه؟ انا مش مستريحه. من ايه؟ انتي واكل معاكي موضوع سفرهم ده؟ يعني ايه بت؟ يعني لو هما رايحين يجيبوا حاجات لمحل سيكا، سيكا قاعد هنا بيعمل ايه؟ ما راحش هو يجيب حاجته بنفسه ليه؟ بتهجيجي هتقلقيني ليه؟ انا مش بقلقك، انا اللي قلقان. ديبو عمال يبعد. كل ما اجي افتحه في موضوع الجوازه الاقيه بيهرب مني. حاسه ان انا واقفه في حته وهو واقف في حته تانيه خالص. ان الدنيا ابتدت تتحكي وامورنا ابتدت تتظبط الاقيه كده طالع لي بحاجه تنكد عليا. زهقت من الاسطوانات اللي عمال يقولها لي، ما بقتش عارفه اصدقه خالص. مش مصدقاه ليه يا بنت؟ مش انت بعظمة لسانك قلتي لي انه جالك المحل وقال لك ان هو خلاص تمام من ناحيتك؟ في ايه بقى؟ عارفه اصدق ديبو امتى؟ لما يبطل يوعدني باي حاجه. هتكلم لنا الجدع الوسيط ده امتى عشان نقابله؟ هو اللي بيتصل، انا ما بعرف طريقه. يعني ايه ما بعرف طريقه؟ احنا ما اتفقناش على كده. اهدى اهدى يا اخي يوسف. وايه اللي اهدى؟ افرض ما اتصلش. حبيبي راح يتصل عشان مصلحته بدي اخدها، المصاري كمان مو لمصلحته ده الولد عنده. وافرض بقى كلم سعيد وقال له على اللي احنا ناويين نعمله، ايه الحل؟ وافرض دفع له اكتر من اللي احنا ناويين ندفعه. لك اعوذ بالله، لك رقبتي بتطير قبل منكم، هذا الولد ضمانتي. ايه كمان مو هاد اول شغل بيشتغلوا سوا شباب؟ مش حاسمها كده، مفيش حاجه اسمها ضمانتي. الموضوع ده كان لازم يتامن احسن من كده. ده تهريج يا زياد. اهدى اهدوا، لك قسما عظما ما بصير قلبتكم اياه واكثر كمان. يلا يلا على الشقه توكلوا على الله. يلا احيانا بحب اعمل لقاءات بتاعتي في خلا، في الطبيعه الجميله دي. شيء لطيف مش كده؟ اكيد يا جنرال. انا بعت لك النهارده عشان حاجتين. اولا ابارك لك على عقد الشراكه جديد مع الشيخ خلفان. ده راجل كويس وبيختار شركائه بعنايه. ميرسي يا جنرال. ثانيا افكرك بحاجه يمكن تكون نسيتها. عمولتي في الارض اللي انت ما اشتريتهاش، يا ريت تحولها لي بكره الصبح كتير قوي. ايوه بس سعادتك لسه بتقول ما اشتريتهاش. يبقى انا عارف انك ما اشتريتهاش، بس مش مسؤوليتي. انا اديتك معلومه بتمنها، انت ما استفدتش بيها، دي مش مسؤوليتك انت. ايوه بس كان ممكن اي حد تاني يشتريها ويستفاد منها. ايوه بس انت طلبتها مني عوني وانا اخترتك انت واديتها لك. بس للاسف يعني ما عادتش لازمان. ما عادتش لازمان. كان عندنا بغلي في العزبه هنا حقيقه، كان بغلي كويس، كان بيشتغل كويس وكان بيأدي واجبه، وانا الحقيقه كنت معجب بيه. حبيت ارقيه، قلت اجيبه من وسط الحمير والبهايم اللي عايش في وسطيها ويجي في الاسطبل بتاعي في وسط الخيل. تفتكر حفظ الجميل ها اعترف بان انا عملت فيه فضل؟ يعني ابدا، اتمرد عليا. وانا اللي اتمرد عليا بزعل منه جدا. ليه؟ لان انا ما بحبش التمرد. التمرد معناه كسر للنظام وضياع للهيبه. دبحته دبحته يا عوني وسط الحمير وسط البهايم اللي كان عايش في وسطيها. فاهم يا عوني؟ ارحمني يا كبير ارجوك. الحمير خافت زيك كده بالظبط. على فكره يا سن، عوني نجح في الانتخابات، قصدي نجح في الاختبار، عمره ما هيبقى بخل، هيفضل طول عمره حمار. ايه
الكلام اللي انا بسمعه ده يا شيماء؟ معقوله يخطفوا الولد يهربوه كمان بره مصر؟ ليه؟ واحنا فين هنا؟ بس اهم حاجه الفؤاد اللي انا حكيته لك ده ما يخرجش بره لو سمحت. لا 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 طبعا اطمن يا شيماء يا اخويا، انا فاهم فاهم كويس قوي، بس انا عايزك تقول لي بس هم طلبوا فديه؟ الموضوع مش موضوع فديه وفلوس، المشكله يا سيدي ان ابوه هو اللي خطفه. طب انت ما بلغتش البوليس ليه يا شيماء لغايه دلوقتي؟ بوليس؟ هو فين البوليس يا فؤاد؟ البوليس خلاص انكسر ومحتاج سنين عشان يعتقد. لا مش للدرجه دي يعني، اعتقد لو طلبت منهم ممكن يساعدوك. بلاش تضحك على نفسنا يا فؤاد، ده اللي بيتخطف جوه مصر البوليس مش قادر يعمل له حاجه، بالك بقى اللي خربوه بره. طب وهنعمل ايه؟ هنفضل مكتفين ايدينا كده يعني؟ لا طبعا، انا عمري ما هسمع لحد يقول دراعي. الولد ان شاء الله هيرجع. تعرف انا جيت لك ليه يا فؤاد؟ انت بالذات يعني، عشان محتاج ارجع لايام زمان واهرب من الزمن اللي غرس صوابعه في عينيا، زمن قاسي وكئيب. معاك حق يا شيمي، تصدق بقى انا ما كنتش عايز اقول لك كده، انا بدأت اخاف احنا ما كناش كده خالص. فين ايام زمان لما الدنيا كانت هاديه ورايقه؟ ده الواحد لما كان بيرفع صوته في الشارع كانت الناس بتتكلم عنه. اليومين دول ما تاخذنيش يعني، انا شايف سلاح في كل ايد ودم سايح في كل حته، والناس رايحه جايه رايحه جايه، ولكن في حاجه حصلت كان الموضوع بقى طبيعي يعني. ليه؟ احنا رايحين على فين كده يعني؟ مش عارف، الظلم والحرمان والجوع اللي الناس عاشته سنين بيطلعوا علينا دلوقتي، ودي ممكن تبقى بدايه طوفان، طوفان هيبلع الكل. يا معلم مالك؟ خلاص يا ابني، مش بتطمن اللي اسمه زياد بصيبس ده؟ ولا انا كمان مطمن، مش فاهم ايه حكايه الوسيط اللي نطت لنا فجاه دي. يا عم يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش، الراجل هيجي ويخرجنا من هنا واكيد هيبقى مع الوسيط. فرفش فرفش ايه يا عم الحاج؟ ما احنا برضو مش لازم نامن له قوي كده. انا حاسس ان في حاجه ناقصه كده، في حوار بيتم. سعيد؟ ها سعيد؟ صح، لان المفروض لما الدهشور يكلم سعيد قال له ان الواد تمام وفي امان وكل حاجه زي الفل، يبقى ايه لازمتها حكايه الوسيط؟ يا ده الوسيط اللي هيعكننا ده، في ايه يا عم؟ افتح التلفزيون شوف اي ماتش ولا اي فيلم من بتوعهم، افتح. يا باي، انا في الكام ساعه اللي فاتوا دول شفت حاجات يا ستار. يا رب ربنا بنتي يكون في عونك في المستشفى اللي انت فيها كل يوم ديت، بتشوفي عيا وعيانين قد كده عشان تقدر البطوله. ابويا صعبان عليا قوي يا شيماء، ابويا اصله من وانا عيل صغير تحت ايده في الورشه، وشايفه قدامي وتد وصلب وناشف كده وماسك نفسه. من بعد موضوع الورم دوت بقى كاشش ودبلان وداخل في بعضه. ربنا يكون في عونك يا رب ويشفيك ويشفي اللي زيك. روق بقى، ان شاء الله العينه هتطلع سلبيه وهيبقى زي الفل. معلش يا شيماء، انا عارف شويه مش عارف اخد ودي معاك في الكلام. مالها شيمو طالعه منك حلوه كده النهارده؟ ويعني اول مره تطلع حلوه؟ تاني مره، قلتها لي مره قبل كده في التليفون. انا اصلي بصراحه كنت محوشها لحد ما نبقى مع بعض في بيت واحد. بقول لك ايه؟ تعالي نقوم نتمشى شويه، انا زهقان من القعده. انا ما قلتلكش ان اخويا سافر؟ والله بجد؟ قعد عمل ولا ايه؟ لا قعد عمل ايه؟ دول يومين كده صد رد. هو كان نفسه يسافر من زمان، انت كنت قايله لي على الموضوع ده قبل كده اصلا، شكله هيعملها ويكمل ويقعد. لا يكمل ايه؟ كان قال لامي ولا قال لي ولا قال لجيجي ولا يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يا ريتنا ما قمنا يا ريتنا ما قمنا. في ايه يا بنت مال؟ واحد من عندنا من على من الحته شافني. شافك؟ طب اهدي اهدي يا شباب، خير ان شاء الله. هيروح يقول لهم، هيروح يقول لهم. لا مش هيحصل، كل خير ان شاء الله، اهدي بس اهدي. امشي امشي دلوقتي، امشي ازاي؟ انا لازم اوصلك. امشي والنبي مالكش دعوه بيا دلوقتي، امشي. يعني هلال الدهشوري ما قالكش ان في الفتره الاخيره كان قلقان من حد معين، من شخص معين؟ باش انا كل اللي بتربطني بهلال الدهشوري سيره عمل مش اكتر، ما اعرفش اي حاجه عن حياته الشخصيه يعني. طب ما تعرفش مين اللي ليه سر في خطفه؟ الدهشوري في السوق من زمان قوي، بس عمره ما صعد خلاف بينه وبين اي حد للدرجه دي. ممكن يكونوا على البلطجيه عايزين منه فديه ولا اي حاجه.
ما هم لو طلبوا فدية كنا احنا عرفنا. لا لا انا ما اعرفش حضرتك، ده مش شغلي، ده شغلكم انتوا يعني. انا قلت لك كل اللي انا اعرفه بصراحه. ماشي يا سعيد بيه، لو عرفت اي معلومه يا ريت تكلمني تقول عليها. اكيد ان شاء الله. سلام. مع السلامه. بارك يا باشا. سلام. بقول لك يا باشا. نعم. كنت قلت له على عيال اياها اللي كسروا البازار، كنا خدنا حقنا منهم. لما يقول لي عرفت من مين اقول له ايه؟ بس مرات شيمي صاحبتي هي اللي جت قالت لي اهدى علاء والنبي وركز، مش ناقصك انت كمان على الصبح. بعدين يا عبيط انت، انا من مصلحتي اني عدي تخلص على الدهشوري عشان ما يبقاش لينا ديول في الموضوع دوت ولا اي حاجه ثانيه. نتعلم منك يا باشا، وبالترتيب اللي انت عامله يبقى اكيد هيخلصوا عليها. هيخلصوا عليها يا رب عشان نخلص. اتصل بزياد كده شوف العيال عنده عامله ايه. انا يا باشا. ما عندكش مواعيد للادي ولا ايه؟ انا لغيت كل مواعيد للادي. انا للادي ملكك، قاعد معاكي للصبح. مش هينفع، عندي بعد ساعة اجتماع في المجلس. هي دي المجلس على فكرة بقى؟ شكلك بيبقى غلس قوي في المجلس وانت مع النواب والوزراء. تخليكي معايا. ها؟ طب بذمتك القعدة معايا مش أحلى؟ أمجد، أنا قلت لك قبل كده أنا اللي حدد إمتى نتقابل وقد إيه. يلا قوم بطل لعب عيال، أنا مش فاضية، أنا عندي مسؤوليات كبيرة. مسؤوليات كبيرة؟ هو في أكبر من كده مسؤوليات؟ أنت يا زرع الخمرة اللي حسد دماغك، تنسيت أنت بتكلم مين؟ لا يا ستي ما نسيتش بكلم مين، بكلم فريدة هانم، أكبر وزيرة في تاريخ مصر، يا ستي أكبر وزيرة في الكون. بس الكلام ده بره مش هنا، واذا كنت انت وزيره فانا هنا الملك. مش مظبوطه، الشنطه بتاعت شكلها اتفتح. انت بتقول شنطتك اتفتشت من ساعه ما زياد نزل وانا شايف ثلاثة واقفين تحت بيراقبوا العماره كده. تمام، الشنطه اتشمت. اتشمت، انا شنطتي متاكد انها اتفتشت. يبقى عاملين لنا كمين ولاد الكلب وجابونا هنا ومستنيين يصطادونا في اي لحظه. اصطادونا ازاي؟ احنا بعتوا لنا بتوع الهجره، احنا باسبورتاتنا وورقنا كله سليم. ولو على التهريب احنا مش داخلين بحاجه اصلا. الشقة دي مش أمان، والحاجة ممكن تكون موجودة في أي حتة. تعال نفتش أم الشقة دي، يلا. أنسة شيماء، أنسة شيماء، في حاجة يا نحلة؟ هيخطبك ولا بيستعجل؟ هو مين ده يا نحلة؟ أنا كان ماشي معاكي، كان ماسك إيدي. يا نحلة أنت؟ أنا بخاف عليكي، والله العظيم بخاف عليكي. مش عايز اي حاجه وحشه تحصل لك صدقيني. نحلة انت عارف ان انا بستجدعك وبعتبرك زي دياب اخويا، مش كده؟ بس انا كنت بعتبرك حاجه اكبر من كده بكتير. بصي على العموم ربنا يسعدك وانا فرحان ان شاء الله، بس هو يكون عارف قيمه الحاجه اللي معاك. نحلة هو انت قلت لحد؟ مفيش يا شيماء، انا نحلة أفضل جدع قصادك طول عمرك. ما تخافيش. يا أهلا وسهلا.
قلت لي بقى اسمك ايه؟ سيد يا باشا. عاشت الاسامي ابو السيد. بس تصدق يا اخي سبحان الله فيك من الرايق شبه كبير قوي. امال يا باشا مش اخوات ورابعين على بعض؟ وعلى كده بقى بتشتغل ايه يا ابو السيد؟ انا بزنس مان، عملت لي قرشين كده بره وجاي اشغلهم في البلد. شغل شمال طبعا مع اخوك. ما تردين مع بعض. لا يا باشا انا والرايق شغالين يمين في يمين، والاوع ملناش فيه الا اللي يعوق معانا. طب صح كده ابو السيد برضه؟ يعني هو يسافر بالسلامه وانت تيجي من السفر ولا حد يدينا خبر؟ ايه يعني؟ ده احنا نعمل معاك الواجب، حبايبنا كتير برضه في المطار. تسلم يا باشا، واحنا حبايبنا برضه في المطار. بس صدق الرايق عمل خير بسفره اليومين دول، يعني عشان يومين قلق كده ويخلي مسؤوليته برضه. من ايه لمؤاخذه يا باشا؟ من حاجات كتير طبعا. ما انت خواجه بقى وما تعرفش السيرك اللي بيحصل في يومين الانتخابات هنا. ربنا يسويها يا باشا. باشا يا سيد ادينا اتعرفنا على بعض يا سيدي، واكيد اشوفك تاني. اكيد يا باشا. طب انا عايزك كده ان شاء الله اول ما الرايق يجي بالسلامه تبلغه اني عايزه. ماشي يا باشا بالاذن. طب سيدي الحمد لله على السلامه. بعمل زي ما بيعمل الناس، اترجمها لك ازاي دي؟ في ايه؟ مفيش حاجة. كم طب اهدى بس، كام؟ كام؟